هنا بمشتة ولاد سالم دائرة مقرة تتواجد المستثمرة الفلاحية للفلاح لحسن عامر بأكثر من 1000 شجرة زيتون. هذه الشجرة المباركة يبادر الفلاح لحسن عامر إليها كل صباح ليقضي يومه معها بجني محصوله الذي انتظره لسنة كاملة، إضافة إلى الاعتناء بها بسقيها والتنقيب عنها. هاك تشوف الإنتاج، الله يبارك خيرات ربي، ورانا قايمين بهم وواقفين بهم دايرينهم كيما وليداتنا، أنا نعافروا فيهم. لازم الشجرة هذه تلعاها يومي يومي، راك معاها تسقيها وتفرسها وتكبر لها الحفرة، تعطيها لأمها، ما تفوت لهاش 15 يوم، كان تفوت 15 يوم بزاف عليها يطعطعش. كي وجد لنا هكذا الثمار ساعات نحصلوا في البيع نتاعو شوية، المشتريات بتقليل، ساعات نديوه نعصرو في المعصرة، الزيت تاعو ثاني ما يساوموناش مليح، إنتاج ساعات ما لقاوش وين مولاه يديه، كي يوجد ما تلقاش وين تديه. ويا أخي ولد عام بعام الزيتون هذا، هو عام يجي مليح وعام يجي ناقص، عام بعام، حتى ورق قايم به يجي عام بعام، وكان ما تقومش به ثاني ما تدي والو، لا عام لا زوج. نربيو فيهم أخويا كيلو ولاد، والله غير كيلو وليدات، لازم كيلو وليدات. تشوفهم كل صباح كما تشوف ولادك تشوف هذو، نوضو نجيو مبكر ونجيو نزقيوهم، والعشوة نخدمو حتى الساعات ولا غير المغرب، نيوز نطالبو حنا هنا. هنا نعافرو، كانت أرض قاحلة واليوم الحمد لله راك تشوف الله يبارك مستثمرة فيها 1200 شجرة، هنا نخدمو فيها نعافرو فيها. رغم شح الأمطار هاته السنة وغياب الكهرباء الفلاحية عن مستثمرته، إلا أنه يكافح من أجل إنتاج وفير والطموح نحو توسيع مشروعه الفلاحي، لهذا يناشد الجهات المعنية بالتدخل والنظر في المعيقات التي تحول دون ذلك. أنا نعاني شوية من الكهرباء بعيدة، أنا راني جايبها تحت الأرض بالكابل وحدي، جايبها كيلو ونص، مدير تاع سوناغاز قال لي دير لحقولك وتخلصوا على تخلص على 3 مرات. من بعد كي جابوا لا لي ركبوها قال لك لازم نروح نشري بوست وحدك، ما نديرولك ما والو، قال لك حنا الفلاحين كلاونا وكذا ما نجيبولكش البوست، جيب وحدك شري وحدك. وانا رحت سقسيت قال لك تكلف 150 مليون، 150 مليون ابن عمي انا ما عنديش، الله غالب، هاني جايب الخيط من هنا والكهرباء هاي لاحقه، هاي وراها لالي لاحقه والبوست ما كانش. وكان نلقاو يعني المعونه نقولوا من مدير الفلاحه والوالي، نقدر انا نزيد نكبر في المزرعه هذه، نقدر نزيد نكبر فيها ونزيد الانتاج، مش هذا هو الفلاح هذا وحده يتخبط، ما قدرناش على قادرين شاتين نخدمو، لكن الله غالب ما لحقناش. نطلب من سيد الوالي والمدير الفلاحه يديروا لنا زياره، يشوفوا المنطقة يزوروها ويشوفوا الفلاحة، وبالك إن شاء الله راها فيها خير. ليبقى لحسن عامر مثال للفلاح الناجح، ما يستدعي الاهتمام بهذه الثروة التي تعتبر البديل القادم للمحروقات.